السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم لكم واحد الملاقية. أول حاجة غنديرو غندخلو الإبرة ونطلعوها من هاد البلاصة. أنا هاد ملاقية مختلفة، أنا هنا غنستعمل ضفيرة في هاد الجنب. هاد ملاقية كتشبه السفيفة ديال اللي تنخدمو بها الجلالب ديال العمارة. فهنا هاد الخيط نبرو مع 3 شعرات، فانتبهوا هنايا مزيان، غتعطيكم من هذا الشكل هذا. فغنرجعوا غناخذوا هنا الخيط بهذا الشكل، هذا الشكل، وغنرجعوا في هذا الوسط ديال هاد الضفيره هذه، وغنطلعوا تقريبا هنايا حداها. نحاولوا نحافظوا على المسافه تكون نفس المسافه. فهنا شوفوا هنا ما حد نحنا غاديين تنخدموا وهي تترجع لينا، يعني بحال الشكل ديال الضفره. فنرجعوا الخيط في هذا الاتجاه ونرجعوا في هذا الوسط، وغنحاولوا ان احنا تكون المسافه قريبه بهذا الشكل. الخيط في هذا الاتجاه نشدوه بالاصبع ديالنا ونرجعوا لهنا الوسط، في الوسط ديالها، ونطلعوا الابره من قريب ليها، يعني حداها. هذه الضفيره تيخدموا بها بزاف ديال الحوايج. فانا هنا قررت، يعني قلت علاش ما نستعملهاش في هذه الملاقيه، يعني نستعملوا هذه الضفيره عوض فاش تبقى تبان لينا هذيك الحاشيه ديال الملاقيه، يعني بواحد الشكل باين. فنزوقوها بهذا الديكور. دائما الخيط في هذا الاتجاه. الخدمه سهله وبسيطه. انا دائما تنركز على الحوايج اللي تيكونوا ساهلين، خصوصا الاخوات المبتدئات. فدوروا الخيط في هذا الاتجاه ورجعوا هنا في الوسط، كما قلت لكم هنايا في الوسط، وطلعوا الابره من هنا. هنا انا الاختيار ديال الالوان هو اختيار يعني عشوائي، فغنخدمو هنا في نخدمو على هاد الضفيره هذه اللي كونا هي اللي غادي نخدمو عليها. فاول حاجه نثبتو يعني هاد الخيط هذا. هاد الخيط مبروم على 3 شعرات. فهنا اول حاجه ثبتنا الخيط، غنجيو لهاد الجهه المقابله. من الافضل نجيو حتى لهذه، يعني لهنا هاد الثالثه هذه بهذا الشكل. هنا نتوما يعني عينكم ميزانكم في هاد المسافه، كل وحده تدير المسافه المناسبه للملاقيه اللي هي بغات. وغنرجع وغنحبك هنا، هذه غير حبكه عاديه. انا فضلت انا ندير هاد الملاقيه، ولكن نتوما ديروا اي ملاقيه بغيتوا. فهنا حبكو هنا دائما كما قلت لكم في الحبكه، الخيط تيكون في هذا الاتجاه هذا، وغتبقاو خدامين على هذا الخيط حتى يبان لكم عمر. هنا درت 3، غنديروا الرابعه. نحاولوا نحافظوا على نفس العدد. هنا درنا 5، درنا 5 الحبكات. فغنجيو لهاد اللي حداها، هاد الضفيره هذه. حنا هنا ما تنضربوش في الثوب، تنضربوا في الضفره. الضفرة غتولي هي الاساس اللي حنا غادي نخدمو عليه. انا هنا غادي ناخد عقيقه، خديت يعني هاد النوع هذا. كما قلت لكم الاختيار هنا عشوائي، انا خديت غير العقيق اللي متوفر عندي في الدار، هاد العقيقه بهذا الشكل. فغنجيو ونركبوها هنا، تبتوها هنايا مزيان. ونرجعوا لهنا لهاد اللي حداها، هي اللي غادي نبداو دابا نخدموا عليها. وغنرجعوا كذلك كما الى لاحظتوا هنا فين ثبتنا العقيقه، وهنا بدينا الخدمه، يعني هذا هو اللي ثبتنا فيه العقيقه. غنجيو لهادي اللي حداها، جيناش مسافه بعيده بزاف. كذلك نديروا 5 الحبكات، نفس الحاجه، 1 2. شوفوا معايا هنا الخيط، ها هو في هذا الاتجاه هذا، لان احنا هنا بدينا من الاسفل.
فهنا عندي 4 الحبكات، نضيف الخامسة، نجي هنا لهاد اللي حداها. كما قلت لكم انا هاد الفيرات يعني من الافضل قد ما كانوا ناخذوا عقيقه اخرى نركبوها ونستمروا. هاد الملاقيه دي انا اختاريتها لانها سهله وبسيطه. فهنا كما قلت لكم نجيو لهاد اللي حداها وغادي نركبوا هاد العقيقه، حاولوا تثبتوها بشكل يعني مزيان، ونجيو لهاد اللي حداها ونمشيو لهنا، نرجعوا نفس الطريقه اللي استعملناها. غادي نبقاو غاديين بيها، نحبكو كما قلت لكم الخيط ها هو في هذا الاتجاه. فهنا فنتوما على حساب العقيق اللي عندكم. فهنا قد تستمروا بنفس الطريقه يعني نركبوا عقيقه اخرى، كذلك غنجيو لهنا نثبتوا هاد العقيقة. كنتمنى ان هاد الخدمة تنال الاعجاب ديالكم، وبارطاجيو هاد الفيديو يعني مع الناس اللي مهتمين بهاد المجال اللي بغات تتعلم. تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب كتشجيع لينا، يعني فقط مجرد تشجيع. فهذا هو الشكل النهائي ديالها، درنا لها هاد العقيقات باش يزيدوها جمالية. هنا هاد الضفيرة هادي اللي وضعنا في الجوانب ممكن تستعملوا يعني جوج ثلاثة الا بغيتوا تزيدوا تكبروا، يعني ديروا هاد الضفيرة الاولى وترجعوا هنا لهاد البلاصة اللي حداها، ديروا ضفيرة اخرى تزيدوا عاوتاني وحدة اخرى تزيد تكبرها تزيد تعطيها جمالية. الا كنتوا غتخدموا جلابة يعني الجهة الامامية ديال الجلابة، من الافضل انكم تستعملوا هاد يعني هاد السفيفة هادي او هاد الضفيرة هادي. درايسات صغار في الجنب مثلا هنا تخدموا الدرسة، درايسات هنا على هاد الجهة الاخرى حنا خدمنا هنا، تخدموا الدرايسة هنا في هاد الحاشية هادي، غتزيد تعطيها يعني بشكل رائع جدا. كنتمنى ان هاد فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعة.